الالاف من انصار الكوكب مراكشي والوداد البيضاوي اتتوا هذا اليوم فضاءات مركب رياضي الجديد لمراكش، خلقوا الحدث والاحتفاليه في المدرجات. الكوكب على امتداد 90 دقيقه كانت الافضل نتيجه واداء، وستتضح ذلك من خلال هذه المقتطفات المتضمنه ضمن هذا الملخص. الحكم جيد كان جيدا وقاد المقابله باقتدار. مع البدايه الوجهه واحده، مرمى الحارس الودادي نادي المغري، مبكرا المراكشيون سيحصلون على ضربه جزاء بعد عرقله للمدافع العمراني في حق اللاعب برارو. حكم المقابله لم يتردد في الاعلان عن ضربه جزاء سيتكلف بتنفيذها ابراهيم اشريف، ويمنح الدفء مبكرا لباقي مكونات فريق الكوكب مراكشي. الكوكب العائد لقسم الاضواء بعد سنوات من الاختفاء في قسم الظل يتكيف مع الاجواء تدريجيا ويعود لمستوى الكبير. إذن الكوكب مراكش متقدم على الوداد بهدف لا صفر. هنا فابريس أونداما رأسا لرأس أمام الحارس أوسوكا ويضيع لفائدة فريق الوداد. الوداد مع تولي الدقائق ارتباك بالجملة على مستوى الحراسة وعلى مستوى الدفاع. هنا بقى من الحظ المالكي كان بإمكانه إضافة هدف ثاني لفائدة فريق الكوكب مراكشي. مؤازرة الأنصار ظلت متواصلة، والجولة الأولى انتهت بفائدة الكوكب بهدف لا صفر. مع بداية الجولة الثانية اندفاع كلي للكوكب مراكشي نحو مرمى الحارس نادي المغري. هنا سفيان العلودي كان بإمكان إضافة هدف ثاني، والضغط كان كبيرا على مدرب فريق الكوكب هشام دمعي وباقي اللاعبين. الدقة 69 خطأ فادح للحارس نادي المغري، وهدف ثاني فائدة المراكشيين يحمل توقيع اللاعب هشام هرواش، كان ذلك في الدقة 70. نفس اللاعب سيطرد على بعد ثواني قليله من هذه المقابله، وفرحه كبيره ان لم اقل هستيريا لانصار فريق الكوكب بعد هذا الهدف الثاني. انتظرنا رد فعل فريق الوداد الذي لم ياتي ابدا. الوداد كما قلت قدمت واحده من اسوء اللقاءات مع بدايه هذا الموسم. فوز الكوكب مراكش في هذه المقابله يزين ذهبا، وهزيمه فريق الوداد تطرح اكثر من تساؤل. هنيئا اذا لفريق الكوكب المراكشي، ونبقى مع تصريح لهشام الدميعي مدرب الفريق المراكشي. خاصة الجمهور الكوكب كله، وخاصة كما تنقول مشجعين ديال كروسي بوز، لانه صراحة التصرف اللي كان عندهم في مدينة الجديدة فطنتنا انه الحمد لله فهو شيء رائع وتصرف حضاري، وتبتنا بانه رغم هذيك الهزيمه القاسيه فهو تيحترم العمل اللي تقوم به احنا اللاعبين، وهذا هو انتصار مهدى ليه. وتنظن انه البطوله مازالت طويله والمباراه كلها شقه وصعيبه، ونتمنوا انه دائما جميع المكونات تلتف حول هذا الفريق الشاب اللي بامكانيات متواضعه ولكن بواحد الروح عاليه. تنظن انه ان شاء الله نطلب من الله اننا نكون في المستوى. كما تابعتم مباريات الوداد البيضاوي والكوكب المراكشي دائما ما تكون مليئة بالصخب.